أول مدرسة مشرفونا في الاستوديو من محافظة اسكندرية، نرحب كلنا مدرسة الإقبال القومية للغات. مدارس الإقبال القومية. أنشئت مدارس الإقبال عام 1973، هي كيان تعليمي يقدم خدمة تعليمية متميزة على مستوى محافظة الأسكندرية، وهي مدارس تابعة للجمعية العامة للمعاهد القومية وبها نظامان عربي ولغات. رؤيتها هي إعداد طالب واعٍ فكرياً متطور تكنولوجياً متميز أخلاقياً نافع لوطنه ومتفاعل مع مجتمعه. هيمثل مدرسة الإقبال القومية في مباراة النهاردة 8 طلاب، هيبتدي منهم 4، وأول واحدة فيهم فيروز مصطفى. احنا نقطة ضعفنا كانت الأدب، وذكرنا أكتر أدب، وإن شاء الله نحل الأسئلة النهاردة. نقاط القوة بتاعتنا كانت القدرات الذهنية والعلوم والجغرافيا، وإن شاء الله نجاوبهم كلهم النهاردة وما نغلطش في ولا حاجة. عمرو مصطفى. ماتش النهارده انا اللي هنزل تحت الضغط، الفريق بتاعي مرني كتير، ان شاء الله نفوز تحت الضغط. الماتش اللي فات عجله الحظ كان ليها دور كبير في الفوز، ان شاء الله المره دي نحسم الماتش بدري. سعاد رضا. احنا طبعا مبسوطين بالدور العظيم اللي بيقدمه البنك الاهلي المصري، وفي نفس الوقت مبسوطين جدا ان احنا بنساعد في تطوير المدارس الحكوميه من خلال النقاط اللي احنا بنحرزها. عبد الرحمن غلاب. طبعا كان دور المدرسه جميل جدا من معلمين واداريين وطلبه، لما عرفوا ان احنا تاهلنا لدور ال16 وقدموا لنا الدعم الكامل عشان نوصل دلوقتي، وان احنا نحقق ان شاء الله ونوصل لدور الثمانية. الاقبال القوميه الحمد لله على السلامه. السلام عليكم. اظن وقفنا وقفه حلوه جدا، ولا ايه رايك يا فيروز؟ صح خدنا وقتنا عشان نستعد. صح. عملتوا ايه بقى ايام الكورونا؟ احكي لي. هو احنا اتجمعنا مع بعض كتير جدا، وقعدنا بقى ننظم خطط، ويعني استعدنا اكتر من المره اللي فاتت، يعني ذاكرنا اكتر لان طبعا الدور اصعب. يعني جاهزين ان شاء الله. جميل جدا، اتمنى لكم كل التوفيق. عمرو وسعاد وعبد الرحمن برحب بيكم، وهنتكلم مع بعض وسط الحلقه. نحيي كلنا مدرسه الاقبال للغات.